بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض السبيكس في ار. دي الحاجات اللي اقدر استخدمها في المشروع بتاعي. هقول له سبيكس في ار، هتطلع لي القايمه ديت، نكبرها كده. هنا بيبدا يقول لي دي الحاجات من المقاس دوت للمقاس دوت. يعني انا مثلا من نص ال 24 بالانش. هنا تقدر تختار السبيكس اللي انت هتشتغل بيه في المشروع اهوت، تمام. مثلا تختار دوت، تبدا بقى تظهر لك البطاط او الاجزاء بتاعته زي ما انت عايز. ده كوبلين، ده كروس، ده اوليد، نايفل، ده تي الفالفات. طيب انت لو اخترت مثلا حاجه زي كده، هو بيديك اختيارات. انسرت موديل، يبقى تاخد الحاجه اللي انت اخترتها ديت، تمام، وهتبدا تحطها في المشروع بتاعك، تمام. الفالف هو او اد تو تول باليت، هيضيفها لي للتول باليت ديت، تمام. او هقول له كرييت تول باليت، اعمل لي تول باليت جديده وفيها بس ايه الحاجه اللي انا لسه ايه مختارها دلوقتي.